2015 كان بادئ الملتقى بكورس واحد بس، وكان الهدف الاساسي بس انه يوري الناحيه العمليه، كان كورس ماثيماتكس. السنه دي احنا وصلنا عن عدد الكورسات اللي موجوده في الايفنت دلوقتي اكتر من 20 كورس. عدد الطلبه المشاركين اكتر من 700 طالب. عندنا المشاريع، عدد البوسترز المطبوعه، المشاركه كابحاث فعليا اكتر من 200 بحث، كلهم اوريدي مختلفين ما بين اكتر من مجالات في الماثيماتكس، مجالات في الفيزياء. دي ابتدت فكرتها بالظبط من سنتين، اول مره عملنا اول روبوتك كومبيتيشن، كانت اصغر من كده وكانت بالظبط ب 10 روبوتات. النهارده احنا عاملين نفس الكومبيتيشن ب 40 روبوت بعد سنتين ونص، وبقت مين ايفنت في الاندر جراد ريسيرش فورم بجانب المشاريع اللي الطلبه بيشتغل عليها طول السمستر. التجهيزات بتاعه الارينا بتبتدي قبلها بشهرين، والطلبه بيشتغلوا على طول الترم على الروبوتات بتاعتهم. بيكون في تيم بيعلم الطلبه الحاجات التكنولوجي اللي هم محتاجينها، وبيكون في تيم تاني اللي بيشغال على البريبريشن بتاع الارينا اللي هي الاجزاء الخشب اللي احنا شايفينها دي كلها. التيم ده كان مكون من 8 افراد معايا انا يعني، واشتغلنا عليها بقالنا يومين عشان نطلع الايفنت بالشكل ده يعني. الحمد لله كل روبوت بيختار معاه تيم، بيكون التيم الكبير مكون من 4 روبوتات. الاربع روبوتات بيلعبوا بعض 4 ضد 4 زي ما احنا شايفين، في نص لونه احمر ونص لونه ازرق. بيكون كل تيم ليه 3 كور عند التيم التاني، محتاج ان هو يروح ياخدهم ويرجع بيها للمنطقة بتاعته في اخر في الجون عشان يبتدي يسجل بوينتس. الكل كرة بتبقى بين 5 بوينتس، بحيث ان كل يعني كل كرة ياخدها بيسجل بيها 5 بوينتس. النهاردة كسبنا اول راوند لينا، المفروض بتروح تجيب كور من الارينا. في اول راوند اخدنا 3 كور بس، بعد كده تاني تيم عورنا جامد بالشنيور بتاعه وخسرنا تاني راوند. بس هي فعلا فيري سسبنس، والكومبيتيشن حلوه جدا، فيري فان.